لم يكن من الممكن الحديث مع والدي سوزان تميم في منزله في بيروت، فحالته النفسية بحسب أقربائه تدهورت ما إن تلقى الخبر الفاجعة. الوالد الذي لم ير ابنته منذ سنتين تقريبا لا يتسنى له ضمها إلى صدره بعد الآن، ولن تعود لتشكي له همومها ومشاكلها الكثيرة. المزين النسائي جورعد، والذي كانت تربطه بالفنانة الراحلة علاقة صداقة متينة، أخبرنا كيف كانت ووالدتها تشعران بخوف دائم ومستمر. سوزان كتير طيبة لذيذة، بتحسيها كانت بيبي، لكن كل الوقت كل الاتصال حتى آخر اتصال بيني وبينها كان في عندها خوف، ما بعرف شو هو، بس كانت تحس بخوف بأي بلد تكون موجودة، كان دايما يعني في شيء مخوفة، دايما تقلي أنا خايفة يا جو. وكان أقرب الناس لها يعني هي أمها، أمها كانت من مقربينه، ودايما عندها إحساس كان أمها بالخوف، يعني كل الوقت كل القعدات اللي نقعد أنا وأمها كل الوقت خوف على 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 سوزان، عندها خوف فظيع عليها. وطغت مشاكل سوزان العائلية على أخبارها الفنية، كخبر طلاقها من زوجها الأول علي مزنر، إلى مشاكلها والدعاوى المتبادلة بينها وبين زوجها الثاني المنتج عادل معتوق، ما دفعها للإقامة في القاهرة هربا من تنفيذ الأحكام القضائية ضدها. كنت مرة من الأيام من المرات قررنا عملنا فكرة وصورنا لتكون الوجه الإعلامي لجورعد، لكن بسبب خلافاتها يعني اللي كانت بحياتها، فقررت ما فوت كون طرف يعني، وضلي علاقتي مع علاقة صداقة.